وبالفعل كريسبو الذي كان واحدا من افضل لاعبي المباراة الاولى وافتتح الاهداف السبعة في تلك الامسية، الان يترك ارضية الملعب والبديل هو الارجنتيني خوليو كروز. كروز لديه اربعة اهداف مع الانتر هذا الموسم. كرة ملعوبة الان وفيها مرور ناجح بالفعل وعرضية خطيرة وفرصة لكروز، وتعود المباراة ويعود الديربي. كروز اللمسة الأولى، مرور ناجح والعرضية والمتابعة من كروز. المتابعة بعد ذلك من كروز اللي دخل وكان على موعد مع التعادل. شوف جماهير الانتر وشوف موراتي البادي اظلم من يبدا بدا بيرلسكوني بالفرح، ثم الان الفرح لمن؟ الفرح الان للسيد موراتي، ويعود الديربي الان.